والله انا كاين معلش كلمه كده بس بصفتك يعني رئيس مجلس شيوخ الجماعه الاسلاميه وكلمه كده ليله الجمعه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ليله الجمعه النهارده ليله عظيمه لانها تعبر عن الاراده الشعبيه المصريه، تلك الاراده التي تنحاز الى الهويه الاسلاميه، تلك الاراده التي تنحاز الى بناء مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية من خلال تكوين حكومة منتخبة تقوم باستكمال مطالب الثورة المصرية. وتقول للجيش بعد ذلك فالتزم إلى سكناتك آمنا مطمئنا لتقوم بمهمتك العظيمة في حماية حدود البلاد، وهذا هو الطريق الأصوب والأسلم لمصر. اليوم هو طريق الاستقرار، الإرادة الشعبية تعني أننا جميعا ننحاز إليها ولا نلتف حولها بأي شكل من الأشكال. من يريد الاستقرار فلينحاز إلى الإرادة الشعبية، من يريد حكومة منتخبة تعبر عن مطالب الثورة فلينحاز إلى جمعة الإرادة الشعبية. هي جمعة آمنة سالمة مطمئنة بإذن الله سبحانه وتعالى، تنتهي بسلام ويخرج أهل مصر جميعا إلى طريق إعادة بناء المؤسسات التشريعية والتنفيذية في هذا البلد الأمن المطمئن. هل يوجد تعليق على تصريح يوم الجمعة الماضي؟ اللي هو الشيخ عاصم الماجد. لا، الشيخ عاصم فهمت تصريحاته وحملت على غير ما تحتمل، هو لم يكن يقصد أي معنى بالصدام مع أي أحد في ميدان التحرير. نحن أكثر من عانينا من الإقصاء والصدام معنا، فكيف نقصي غيرنا؟ بل نحن نقول أن هذه الجمعة هي في ضمنها توافق على أن نعيش في مكان واحد وكل منا يحمل رؤية مخالفة للآخر، ولكن نعيش بدون صدام، نعيش في شكل من الوئام، نعيش وكل منا يطرح رؤيته ثم بعد ذلك يكون الحكم في هذه القضية هو الشعب ليختار الرؤية التي يريد أن يسير عليها ليحقق نهضة هذه البلاد. جزاك الله خير دكتور.